العزاء ديالنا، الأبوين ديالو والعائلة ديالو، شيء صعيب جدا أنه عائلة وأب وأم كيف قدوا شاب في هذا العمر، شاب اللي على صعيد الكلية اللي درس فيها اللي هي كلية العلوم والتقنيات، شاب ناجح في المسار ديالو، التحق من بعد البكالوريا ديالو، دار الإجازة ديالو، دار الماستر ديالو، مسجل في دكتوراه في موضوع ذات أهمية قصوى، موضوع مهم الكلية الجامعة المغرب الطاقة الخضراء. فالعزاء ديالي كيف قلت الأبوين الأم بشكل صعيب جدا، أم وأب يفقدوا أب فيفقدوا ابن في هاد الدرج، ثم العزاء الأساتذة ديالو تأثروا بواحد الشكل يعني كبير جدا، الزملاء ديالو وانتم شفتوهم طلبة مع طريقة ديال الوفاة انتم شفتو صعيبة جدا. فيما يخص الجامعة نسيق مع الكلية بيدمو كان نحاولوا ما امكن انه نساهموا في نقصوا من هذا الفاجعة ديال 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 الابوين ديالو، وكل ما هو اكاديمي غادي نقوموا به ان شاء الله في المستقبل القريب جدا ان شاء الله. خبر صاعقة، خبر فاجعة اللي روعنا كلنا، وكان عنده واحد الوقع لا يتصور. بحكم انني الطالب عرفته عن قرب منذ الولوج ديالو في كلية العلوم والتقنية المحمدية، وأنا ذاك أنا عميد ديالها في 2017، وتدرج وجميع الأسلاك وخدا إجازة والماستر، وكان نشيط جدا مع جمعية الطلبة في النادي ديال الرياضة، وكنت كنشوفهم بزاف. كان شاب خلوق لطيف يعني، ما نقدرش نوصف لك الإحساس والشعور ديالي ملي تلقيت المكالمة نهار الحد. كانت فاجعة كبيرة، ونتمنى من الله أنه يساعد العائلة ديالو والأصدقاء ديالو والزملاء ديالو والأساتذة ديالو. ماشي حنا اللي ضعنا في هذا، ربي سبحانه وتعالى هذا تيتلج لي شي القلب ديالي، أنه ما ضعش ديالنا بوحدي، راه ضاع الدولة، ضاع الوطن، ضاع كما قال لك السيد العميد، راه العلم ضاع في هذا. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أجله هذا قدر ديالو. وتنشكر الجامعة ونشكر هذاك اللي ساندونا والصحافة تا هما نشكرهم بزاف، والعدالة الحمد لله اللي دايرة درت الدور ديالها، ورحنا عندنا ثقة كاملة في العدالة أن السيد غادي ياخذ الجزاء ديالو كيما بغينا حنا. الحمد كيما الجامعة وقفت معنا، نطلبوا من العدالة هي توقف معنا وتمشي المسار إلى أقصى حد، ويكون داك الشيء نزيه والحمد لله. تحت لي الفرصة ونعرف بدر في مجموعة ديال المناسبات، ومن بينها واحد النادي ديال الرياضة اللي كان كيشرف عليه وكان كيمثل كلية العلوم والتقنيات في مجموعة ديال الملتقيات على الصعيد الجامعة وكذلك الوطنية. اللي كنقدر نقول شهادة في بدر هي بأن هذا الوليد هو مثال يحتذى به جميع الشباب المغاربة. علاش؟ واحد الوليد اللي شد البكالوريا ديالو في واحد الثانويه ان ليسي بيبليك في 2017، وقد يولج لكليه العلوم والتقنيات بالمحمديه. وهذه المساله ما كتعطاتش لجميع الشباب، كتعطى لجميع الشباب اللي كما قال جلاله الملك في خطاب ديال العرش الله ينصرو، بان كاين الجد والجديه في العمل. وهذا الوليد كيخدم على واحد المشروع في البحث ديالو من بعد التفوق ديالو في الإجازة وفي الماستر ديالو، التحق بواحد المختبر ديال البحث من بين أحسن المختبرات ديال البحث في المغرب، وكذلك داخل في شراكات كبرى مع مختبرات عالمية على واحد المشروع لوطني
اللي كاينه المواكبه ديال صاحب الجلاله عليه وهو الهيدروجين. يعني هذا الجامعه المغربيه فقدات واحد الباحث طالب باحث اللي كان ممكن يوفر للمغرب واحد الطاقات اللي زوينه اللي كانت غتعاوننا، ولكن هذا قدر الله وقدر الموت حق. وعندنا ثقه كبيره في القضاء المغربي اللي غيقول الكلمه ديالو وكما جاء على لسان صاحب الجلاله بجد وبواحد الجديه اللازمه والحازمه حتى لا تتكرر هذه الفاجعه في المغرب. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.